السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اللي مازال جديد معنا في القناه ما ينساش يضغط على زر ابوني والجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. مرحبا بكم والسلام. مرحبا، اليوم غادي نقدم لكم دايبينيه زوينين بزاف، ساهلين وناجحين بالنسبه للمبتدئات اللي ما كينجحوش معهم. اليوم غادي ينجحوا معكم بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بزاف واقتصاديه. بنص كيلو ديال الدقيق كنخرجوا جوج طباصل ديال البينيه، غير اللي ما بغاش يدير البينيه ساهل وبسيط بزاف. انا هنايا درت شويه بالكونفيتور، شويه بالشوكولات، شويه بخاويين، وغادي نوريكم الطريقه باش تخبيهم في الفريغو كيف ما كيبان لكم. ممكن تخليهم المده ديال شهر ما كيخسروا ما حتى حاجه، كتجبدوهم بحاله بحال تخلاو كتسخنهم كيجيو زوينين بزاف. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخير، كونوا على يقين غادي يعجبكم بزاف. ما تنساوش تبارطاجيو وتضغطوا على اللايك الى عجبكم، وتخليو لي كومونتير ديالكم الزوينين، ومرحبا حتى بالانتقادات ديالكم. الا كنتو باغيين شي وصفه محدده ما تنساوش تخليوها ليا في لي كومونتير. شوفوا كيفاش تيجيو مجوفين، غادي نجي نحلهم لكم من الداخل. تشوفوهم كيجيو خاويين ما فيهم لا البابا لا حتى حاجه. هنايا كنحاول نحلهم لكم بيد وحده باش يبان لكم الداخل ديالهم خاويين، كيجيو زوينين بزاف وطبيين مقربشين. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. غادي نبداو بسم الله. المكونات ساهلين وبسط. غادي نحتاجو 500 غرام ديال دقيق الفورص، مع معلقه كبيره ديال الخميره تاع العجينه، مع معلقه كبيره ديال سنيده، شويه ديال الملحه، بيضه، خميره حمراء، وحده فاني، والحليب باش نعجنو. كيف ما كتبان لكم المكونات ساهلين وبسط. ممكن تعجنو غير بيديكم، راه ماشي ضروري العجينه باش ما نديروش الصداع. حتى نقول لكم تنديروا كلشي على الزاويه. شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السنيده، ما تنساوش معلقه الخميره اللي درت في الاول، خمارة، هاد الفانيا ما غاديش نديرها دابا حتى الاخر، بيضه، وغادي نعجنها بالماء الدافي باش دغيا تخمر ليا. ضروري خصها تكون العجينه كتلصق، وغادي نبقاو نخليوها كتعجن لمده ديال 5 دقائق باش منين طيب ان شاء الله بحول الله تيجينا البنيه مهوي من الداخل، ما كيجيش معجن. ضروري خصو يتلك مزيان. صافي غادي نخليه يتلك ونرجع. من بعد ما خليتها تعجنات مزيان، هانتوما شوفوا كيفاش تتكون عجينتها خفيفه، ولكن ماشي لديك الدرجه اللي كتبقى كتلصق في اليد بزاف حيت غادي تعذبكم. غير هي تكون معجونه مزيان. دابا غادي نغطيها، ومن الاحسن دابا انا غادي نمشي نشعل الفران، وغادي نحط هذه فوق الفران باش دغيا تخمر. دابا حيت الجو بارد ضروري خصنا نخليوها تخمر مزيان، يعني تذوب الحجم ديالها وغير الفلفل عاد نخدموا بها. من بعد ما خمرات العجينه مزيان، هانتوما شوفوا كيفاش تيتضاعم الحجم ديالها. ضروري من هاد المرحله غادي نستعملو الدقيق، دابا غادي ناخدو اي قطعه حنا بغينا غادي نقطعو بها. يعني ما غليتش وما رقيقش، نتوما حيت غادي يزيد يخمر. غادي نقطع كلشي على نفس الطريقه ونرجع. من بعد ما خليتهم يخمروا واحد 20 دقيقه، نتوما غادي تكون العافيه في الاول، بسم الله غادي تكون العافيه في الاول مجهده، ولكن منين يبداو تيطيبوا غادي نقصوا العافيه. هانتوما شوفوا، وغادي نبداو ندير عليهم معكم حتى ولا يطيب عليكم. بقاو كديرو عليهم هكا الزيت، ضروري خصها تكون العافية مجهدة في الأول. وبقاو
كتحركوا وكتقلبوا فيهم. كيفما كتشوفوا تبارك الله ناجح وكتعاونوا وكتبقاو تدخلوا عليه الزيت باش كيزيد كيتنفخ. ملي ما تنفخاتش مزيان كتبقى كتخوي على الزيت حتى تنفخ. هانتوما شوفوا تبارك الله كيناجح وكتبقاو كتحمرو فيه من الجناب حتى تيطيب. لا خطر خطر البيني ديالنا من بعد ما كيوجد. شوفوا كيفاش تيجي زوين بزاف، ماشي كيخرج غير هاد الكميه. هنايا درت هادو ديال الشوكولات، هنايا عمرتهم بالشوكولات ودرت عليهم شويه ديال الخطيطات ديال الشوكولات. هادو عمرتهم بالكونفيتور ديال الليمون. الا بغيتو الوصفه ديالتو غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هادو خليتهم غاويين ودرت فوق منهم شويه ديال السكر كلاصي غير تزيين. وهنايا هذه وجدت هاد لاكريم ديال الحامض، حتى هي غادي نخلي لكم الوصفه ديالتها في صندوق الوصف باش هاد الخاويين اللي بغى يزيد معاهم شويه ديال لاكريم ديال الحامض كتجي معاهم زوينه بزاف. شوفوا نص كيلو ديال الدقيق شحال تيخرج لينا، وهاد الكميه ها هي كيف ما كتبان لكم. درتها هنايا في الميكا تاع كونجيلاتور، غادي ندخلها للفريكو غادي نخليها لمده حتى ديال شهر، كتبقى مزيانه ما كتخسر ما والو. منين تبغيوهم جبدوهم ديرهم في الفضان يكون مسخن من قبل وطفيو ودخلوهم. اون فوا كتدخلوهم 5 دقائق في داك السخونيه ديال الفضان كيرجعوا بحال بحال قليتوهم تيجيو زوينين بزاف. ها نتوما كنحتفظ بهم ديما في الفريغو. نتوما شوفوا كيفاش تيجيو زوينين، اللون ديالهم زوين ومهوين من الداخل. ها نتوما وعليكم، ها نتوما شوفوا من الداخل كيفاش تيجيو. دابا بيد وحده ما مقدرتش نحل لكم، هانتوما شوفوا في من الداخل كيفاش تيجيو خاوين ما فيهم لا لبابه لا حتى حاجه. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وما تخلي ما تنساوش تخليوا لي لايك ولي كومونتير ديالكم زوينين، ومرحبا حتى بالانتقادات ديالكم. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.